أيام كثيرة ونبذل جهد كثير جدا مع الأطراف، إن كانت الحكومة أو إن كانت المجموعات المعارضة الأخرى التي تحاصر مدن في سوريا، لابد أن ندخل في يعني مشاورات مطولة لكي نجد الموافقة على تحويل حالة واحدة من مكان ما إلى مشفى في دمشق أو في إدلب أو في مكان آخر، لكي ننقذ حالة أو حياة تلك الحالة.